السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة ثانوي اعذروني على إن أنا مش عامل الفيديو بقى كده زي كل مرة، عشان مضغوط شوية، بس اعذروني جدا والله آسف. بس فيديو النهاردة هيبقى عن التأجيل، ورسالة لكل المأجلين في أي وضع كان. جالي كمية رسايل وشكاوي لا بأس بها، يعني عن التأجيل والشكاوي بتاعتهم، فأنا قسمتهم لتلات مشاكل بالظبط رئيسية. أول مشكلة، أول شخص اللي هو أصلا بيبقى مأجل كل المواد بتاعته، أو مثلا دخل 3 مواد أو 4 مواد وكده وجاب فيهم درجة كويسة جدا، يعني مثلا نص درجة، درجتين، 7 8 كده، درجة مستريحة. فالناس دي الكلام معاهم هيبقى بسيط جدا، هقول لهم كلمة واحدة بس: حرام حرام تضيعوا اللي عملتوه في السنين اللي قبل كده والسنة اللي فاتت. بس هتقابلكم مشكلة أو مشكلتين في الأغلب، وهي الزهق. الزهق تحله بأي طريقة إن كانت، تغير مدرس، تغير مكان المذاكرة، تعمل أي حاجة، المهم إن أنت تخرج بره الزهق، تفصل بين فترات المذاكرة، ما تضغطش نفسك وتقول هخلص مثلا منهج الأحياء، اللي هو مثلا لو مش معاه غير الأحياء أو الرياضة، مثلا في ناس معاها رياضة بس، يقول انا هخلص الرياضه كلها في شهر. طب انت هتعمل ايه في باقي 7 شهور ولا 8 شهور الباقيين؟ فخد الامور ببساطه واهدى خالص، وابدا سنه جديده خالص ولا اكنك كنت في ثانويه عامه اطلاقا. تاني مشكله بتقابلهم او بتقابل اغلب الناس اللي بتاجل، هي الناس اللي داخله واجلت مثلا في امتحانات، او اجلت لظروف قصريه قهريه ايا كانت، بس فوجئوا ان هم جابوا درجات مش كويسه او مش اللي بيحلموا بيها. اقول لهم اعتبروا السنه دي سنه جديده، ذاكروا واجتهدوا وقفلوا المواد اللي عندكم ديت، ليه لا، ربنا يعوضكم خير في المكان اللي هتتحطوا فيه. ذاكر عشان ربنا، ذاكر عشان اهلك، ذاكر عشانك نفسك. وياما قلنا ان ربنا هو اللي اعلم انت المكان اللي هتتحط فيه ايه. ياما ناس، وحاليا الناس بتكلمني مثلا دخلوا طب وصيدله وهندسه مش عارف ايه، وحالتهم النفسيه اتدمرت، وناس دلوقتي داخلة الكليات اللي بين قوسين شايفينها عادية، وحاسين ان هم حققوا احلامهم وذاتهم فيها. فالعملية كلها بإيد ربنا، فانت اجتهد واسعى ووري ربنا ان انت هتجيب اخرك، وسيب النتيجة عليه، ما تفكرش خالص في النتيجة. ومرة سألت حد في نفس الوضعية ديت وكتب لي رسالة صراحة أثرت فيا أنا شخصيا، فهعرضها لكم دلوقتي على لعل وعسى انها يعني تفيدكم. اخر رسالة معانا النهاردة، وهي للناس اللي بتفكر او في جزء بيبقى عندهم ضعف: انا اي مشكلة هتقابلني انا اروح اجل. لا يا جدعان، لا، دي اسمها روح انهزامية. اي حاجة هتقابلك في حياتك بعد كده، يلا انا هاجل. انا مش مثلا قابل مشكلة مثلا في كلية مش عارف صيدلة ولا طب ولا مش عارف ايه، لا انا هحاول تجارة. طب ما تجارة على فكرة صعبة، هي مش عشان هتحاول تجارة بقى تطلع الأول، لا، الموضوع مش بتحسب كده، موضوع نفسية. انت شخصيتك انهزامية قدام أي مشكلة هتواجهك، هتقول لا، هتنسحب، كل حياتك هتبقى كده. والثانوية العامة دي جزء صغير قوي من الحياة، حياة واسعة جدا ومش مستاهلة خالص اللي بيحصل فيها ده. فأنا رأيي الشخصي ومن أغلب التجارب اللي بشوفها، لا، التأجيل أنا ما بحبوش. في ناس بتقدر، اللي بتبقى مخططة له صح، يعني اللي هم مثلا ياخدوا المواد اللي مثلا اللي هتتقفل الأول، ياخدوا جيولوجيا وأحياء ومش عارف إيه ويقفلوها الأول، وبعد كده يستنوا على المواد اللي هي تقيلة شوية في السنة التانية. بس دول مثلا بيبقوا من أول السنة، من أول شهر كده عرفوا خلاص إن هم مش هيقدروا، مع إن أنا برضو ما بفكرش في الفكرة دي خالص. الناس اللي وصلت دي مش اكتر منك في حاجه، ولا عندهم ايد اكتر منك، ولا عندهم رجل اكتر منك. ممكن انت تتحط في الظروف تدفعك للموضوع ده، بس بعيدا عن الظروف، لو واحد كده بياخدها كترفيه، لا لا، انا ضد التأجيل اطلاقا، بالذات عشان فكره الضعف ديت. انت لو ما عندكش نيه وعزيمه ان انت تجتهد وتفحت نفسك في ثانويه عامه، مش هتكفيك 100 سنه في ثانويه عامه. ونفس فكره الضعف ديت بتبقى في الامتحانات. يا جدعان يا جدعان يا جدعان، الفترة الأخيرة اظبطوها إن شاء الله، يعني من بداية الترم التاني كده وعلى الآخر، ما تجوش وتزهقوا فيها، يعني إن شاء الله خير. عشان ما تجوش مثلا في امتحان قابلت أول سؤال كده إيه صعب، لا أنا هسيب المادة وأجل. يا ابني يا ابني اهدى، طب استنى، طب استهدى بالله، يمكن تفتكر، شوف السؤال اللي بعده، اهدى بس كده. أنت
تحصل في مع ناس كتير، وهم اصلا بيبقوا ساعات كده مستقصدين، يحط لك في اول سؤال في البوكلت سؤال مثلا صعب او علل او سؤال ادب او مش عارف ايه كده، عشان انت تتخض كده. لا طب شوف اللي بعده، شوف اللي بعده. لا الناس تروح قافله الورقه، انا هاجل. طب انت بقالك سنه، بقالك سنه وجاي تاجل في اول سؤال. طبعا دي يعني فكره خطيره، ويعني ربنا يكرمكم جميعا وان شاء الله تحققوا اللي نفسكم فيه. واللي عنده اي استفسار او اي سؤال يسيبه في الكومنتات ان شاء الله، هحاول ارد على الكل. وبالتوفيق، واتمنى اتمنى اتمنى ما يكونش في حد زعل من الفيديو. حاولت ان انا اكلم كل الناس المؤجلين، وربنا يعينكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم مكافحين.